بسم الله، ان شاء الله في فيديو النهارده هنشرح الانبوت امبيدنس وفكرته واهميته عندنا في المنهج بتاعنا. اول حاجه عندنا الرسمه ديت، احنا المفروض نطلع منها اثبات ده اللي هو ان الفي زد بتساوي الفي نود بلس اي اس جاما زد زائد في نود ماينس اي اس جاما زد، والتاني كمان عندي اللي هو الاي زد بتساوي الفي نود بلس على زد نود في اي اس سالب جاما زد ناقص الفي نود ماينس على زد نود في اي جاما زد، والقانون دوت اثبات بتاعي في الويف. دلوقتي الرسمه بتاعتي ديت، انا عندي ان ده شكل ترانسميشن لاين، ده بدايته وده نهايته، او ده الشكل التخيلي بتاعنا بتاع الترانسميشن لاين. ده البدايه بتاعته اللي هو عند الجنريتور، وهنا الناحيه الثانيه عند الاوتبوت بتاعي اللي انا باخده. تمام، انا عندي ان عندي هنا في جي وعندي زد جي اللي هي الامبيدنس بتاعتنا او اللود بتاعي. انا دلوقتي لو عايز في حالتين، او انا عندي المسافه بتاعتي دي او اللود بتاعي ممكن اكبره ممكن اصغره حسب طول السلك. لو طول السلك بتاعي كبير بسميه زد بتساوي ال ال، وبحاول بعوض بقيمه ال ال دي وبداني في المساله بتاعتي. لما عنديش مثلا المسافه ديت مش موجوده، بعوض حاجه اسمها او الزر ستاندرد بتاعي او الايدل بتاعي ان هو ان زد بتساوي زيرو. فانا في مره هاخد في القوانين بتاعتي ديت، مره اعوض بالزد بتساوي زيرو، مره اعوض بالزد بتساوي ال ال، واشوف هيطلع معايا ايه. اول حاله عندي لما ابدا اعوض ان الزد بتساوي زيرو، فالطبيعي شيء هي سهله جدا مفيش اي مشكله. اعوض مره ان هنا دي زد هنا بتساوي زيرو، ودي هنا بتساوي زيرو، وهنا زيرو، وهنا زيرو، واحنا عارفين اي حاجه اس زيرو بتساوي واحد، فيطلع معايا بالشكل دوت ان ال في زد بتساوي في نود موجب زائد في نود سالب، ان ده هيطير وده هيطير. نفس الحاجه هنا اهوت برضه اي اس زيرو هتساوي واحد، فيطلع معايا ان الاي تساوي زد في نود موجب على زد نود ناقص في نود سالب على زد نود. انا دلوقتي في حركه معينه انا بحب اعملها، ان انا اخد الواحد على زد نود عامل مشترك واوديه الناحيه الثانيه جنب الاي زد، فاعمل كده اهو. العلم بس يعني هو انا ده قانون الاي، فانت عندك ان الاي بتساوي في على ار. الار عندي اللي هي الامبيدنس اللي هي زد نود، فهو بدل ما يكتبها ان هي اي واي نود موجب، هو كتبها لك بالشكل دوت ان هي عباره عن في نود موجب على زد نود بس مش اكتر. فدلوقتي هاخد دي الناحيه الثانيه، فيطلع معايا انها باي زد زد نود بيساوي في نود موجب ناقص في نود سالب. دي كده اول خطوه معايا. بعد ما وصلت للشكل دوت هعمل ادنج للمعادلتين دول مع بعض. طب انا ليه بعمل حاجه زي كده اهو؟ بعمل حاجه زي كده اهو عشان اجيب الفي نود موجب بتساوي ايه والفي نود سالب بتساوي ايه، وده هيساعدنا في الاثبات بتاعنا بعد شويه. فدلوقتي هعمل ادنج للمعادلتين مع بعض، الاقي ان الفي زد زائد الاي زد زد نود بتساوي 2 في نود موجب، ولا عندي هنا لما اجمع دول مع بعض الاقي ان الفي نود سالب طارت مع الفي نود سالب، فتطلع عندي معادلة بتساوي، فتطلع معايا المعادلة بتساوي في زد زائد الاي زد زد نود بتساوي 2 في نود موجب. هجيب الفي نود لوحدها في طرف، لما اجيب الفي نود موجب في طرف لوحدها هلاقي ان هقسم على الاثنين هنا، هو قسم المسألة دي كلها على اثنين، حط يبقى نص كل في زد زائد اي زد زد نود. دي كده اول معادلة بتاعتي. عشان احسب الفي نود سالب هعمل نفس الحاجة، بس بدل ما اعمل ادنج هعمل سبستراكت، يعني او اطرح معادلتين من بعض مش اكتر. فيطلع معايا نفس المساله بس يطلع معايا بالشكل ده، يطلع معايا ان الفي نود سالب بتساوي نص الكل في في زد ناقص اي زد زد نود. تمام، ودي انت زي ما انا عملت في الادنج هتعمل في السبستراكت، ده تدريب لايدك انت عشان تمشي في الاثبات. وبما اننا قلنا ان زد بتساوي زيرو، كل اللي هعمله بس انا كتبت لك بالرموز زد جوه، تبقى بس عارف احنا ماشيين ازاي. بس هي انت طالما زد بتساوي زيرو هتشيل، انت المفروض بقى تشيل ان زد دي وزد نود ودي نود دي نود دي نود وهكذا. يعني انت كل اللي انا عملته ان انا بس طبعا عاوز زد بتساوي زيرو، فهتشيل كل زد هنا وتحط مكانها زيرو، وانا بعوض زد بتساوي ال فهتشيل كل زد وتحط مكانها ال بس مش اكتر. قبل ما ندخل الجزء بتاع ان زد بتساوي ال ال، هنضيف بس حاجه صغيره في الزد نود. زي ما انا قلت لك من شويه ان الزد نود عندي هنا بصفر، معناها ان مفيش عندي لود كبير في الترانسميشن لاين بتاعي، هو دي الحاله الايدل بتاعتنا. فدلوقتي دي الرسمه بتاعتي لما اكون في الزد بتساوي زيرو.
فانا عايز اثبت منها بس شويه حاجات. عايز احسب منها ال v نود واحسب ال i نود، تمام. عايز احسب ال v نود اللي هنا واحسب ال counter i نود بتاعتي، دي كلها عادي كهربائيه مفيش اي مشكله. انا عايز احسب عند ال v نود ديت هستخدم voltage divider، يبقى عندي القيمه الكليه بتاعت الجنريتور بتاعتي اللي هو ال v g بيساوي على المقاومه اللي انا عندها على مجموع المقاومتين، يبقى في جي زد ان على زد جي زائد زد ان. دي كده اول حاجه لو هحسب الفي نود. يبقى الفي نود عندي عملنا ازاي؟ فولتج ديفايدر. ازاي؟ التوتال فولتج بتاعتي اللي هي الفي جي في المقاومه اللي انا عندها على مجموع المقاومتين، يبقى زد ان على زد جي زائد زد ان. تاني واحده الاي نود عادي جدا، الفولت بتاع الدايره بتاعتي اللي هي الفي جي على مجموع المقاومات اللي في الدايره بتاعتي بالتوالي، يبقى في جي زائد زد ان، يبقى في جي على زد جي زائد زد ان. وده القوانين اللي انا عايزهم اثبتهم. دلوقتي هنثبت بقى لو كان عندي ان الزد بتساوي ال، نفس اللي احنا عملناه لما كانت الزد بتساوي زيرو هنعمله، بس هو الفرق هيزيد معانا ترم واحد او جزء معين صغير. هنجرب دلوقتي نعملها. دلوقتي عندي هعوض بال ال، يبقى اشيل الزد احط ال، اشيل الزد حط ال، نفس الحاجة هنا نفس الحاجة هنا، تمام. هيبقى عندي المعادلة دي بالشكل دوت. المعادلة ديت زي ما قلت زي ما عملنا المعادلة اللي فاتت، هشيل دول عامل مشترك مع بعض، يوديها الناحية التانية هنا زد نو، عشان ايه؟ اريح دماغي من حتة الكسر بتاعي ده، تمام. بعد كده هعمل ادنج الاتنين مع بعض، يبقى الفي زد زائد الاي زد زد نود بيساوي، لما اعمل ادنج مع بعض هيطلع عندي اتنين في موجب اي اس سالب جاما ال، تمام. بعد كده انا مش عايز الاتنين دولت معايا هنا، فاقسمهم على المعادلة دي، فيطلع معايا ان الفي نود زائد واحد على اتنين في زد زائد اي زد زد نود الكل. بس انا عندي الترم ده لما اجي هقسمه الناحية التانية هنا، بيبقى هنا عندي زي ما قلت انا اتنين اي سالب جاما ال، فانا عندي الاي سالب جاما ال هي عبارة عن بتساوي واحد على اي جاما ال، فانا دي لو نزلتها بقت كده اهو واحد على اي جاما ال، فعندي هنا مقام المقام هيطلع بسط، فهتلاقي عندي في الشكل دوت تطلع يبقى في موجب بتساوي نص في زد زائد اي زد زد نود في كل اي جاما ال، تطلع معايا بالشكل ده. دلوقتي الفي نود نفس الحاجه، تطلع معايا نفس الحاجه بالظبط اللي انت تعملها انت نفس الطريقه، بدل ما اعمل ادنج اعمل سبستراكت، تطلع المفروض تطلع معاك في نود سالب بتساوي واحد على اتنين في زد ناقص اي زد زد نود بتساوي جاما سالب جاما ال، تطلع معاك بالشكل ده. لو طلعت معاك بالشكل ده فانت كده ماشي صح لحد دلوقتي. برضو هتيجي تقول لي مثلا دلوقتي انا ليه برضو بجيب الفي نود موجب وليه بجيب الفي نود سالب، ليه بجيب الكلام ده؟ كل الكلام ده هيساعدني ان انا احسب حاجه اسمها زد ان، هو عنوان فيديو النهارده اصلا زد ان. عندي الزد ان بتاعتي بتساوي الفي زد على الاي زد، انا عايز اوصل للشكل ده، فانا اوصله ازاي؟ اوصله بان انا افضل افك في الحاجات دي، يعني انا فكيت لما كان زد عندي حالات، في حاله ان الزد بتساوي زيرو، في حاله لما الزد بتساوي ال، فكل ده انا بحتاجه ان انا افك بيه عشان احسب منه في الاخر الزد ان. هو دايما مش هيجي لي ان زد ان بتساوي زيرو، مش دايما هيجي لي ان زد بتساوي ال، على حسب المساله وماشيه ازاي وعامله ازاي. دلوقتي انا لو عندي زي ما قلت ان انا كنت زد زيرو، طبعا انا عرفت حسبت قيمه الفي نود موجب وحسبت قيمه الفي نود سالب لما كانت زد بتساوي زيرو، واللي هي عباره عن انا دلوقتي عايز بقى احسب. خلاص انا كده عرفت القيمه بتاعت الفي نود موجب على الفي نود سالب عامله ازاي. دلوقتي انا عايز احسب بقى قيمه الفي زد ان هي في زد سالب على اي زد سالب. زي ما قلت انا لما نعوض بي بالزيرو هتير عند الترم ده، هتير عند الترم ده، هتير عند الترم ده والترم ده، تمام.
نفي سالب، ودي قلنا احنا وديها الناحية التانية، يطلع معاك زد نو. تمام، دي لما كانت، لما كانت زد بتساوي زيرو. دلوقتي انا لما قلت لك لما اعوض ان زد بتساوي زيرو، ده كده الفي نود بتاع في نود موجب بتاعتي، ودي في نود سالب بتاعتي، مش دعوه بيه. ارجع لاصل القانون بتاعي اللي احنا كنا كاتبينه في الاول خالص، لما قلت ان هنخليها بزيرو قلنا هيطلع معانا الفي زد بتساوي في نود موجب زائد الفي نود سالب، والاي زد بتساوي واحد على زد نود، خدت هنا عامل مشترك منهم، في نود موجب ناقص في نود سالب. انا كل اللي هعمله هعوض بدولت هنا على طول، فتلاقي ان زد ان بتساوي لما اعوض بالفي زد عباره عن في موجب زائد في نود سالب على واحد على زد نود في نود موجب ناقص في نود سالب. احنا زي ما قلنا المقام، المقام بسط، تطلع تلاقي معاك ان الزد نود تلاتة هنا. وده قيمة الزد ان في حالة ان الزد بتساوي زيرو. اللعب كله بقى لما تكون الزد بتساوي ال. بعد ما خلصنا الاسباب بتاع ان الزد بتساوي زيرو، بدأنا نخش على الاسباب بتاع ان الزد بتساوي ال ال. دلوقتي زي ما انا قلت القانون بتاع الزد بتساوي زيرو طلعنا معانا بالشكل دوت، ده الزد ان بتاعته، هو هو نفس القانون هنعوض فيه بالزد ال، بس احنا مش هنعوض بالقوانين دي على طول، هنعوض بالفي نود موجب والفي نود سالب. ده هيسهل علينا الامر وهيخلينا نمشي اسرع في المساله. اثبات طويل، يا ريت تركز معايا، الدنيا تبقى جميله ان شاء الله. زد ان بتساوي زد نود في نود موجب زائد في نود سالب على في نود موجب ناقص الفي نود سالب. اول حاجه هعوض بالقيم دي جوه هنا، راح معوض على طول زد ان بتساوي زد نود هتبقى بره، قوس كبير عشان الدنيا ايه تبقى واسعه معانا، واحد على اتنين في نود زائد اين. تمام، هنا بقى معلش بقى كده كمان بقى زد بتساوي ال ال، وهنا غيرنا الفي نود بقت في ال، الاي نود بقت الاي ال. نبدا بقى نكتب القانون بتاعنا، انا كنت انا غلطت فيها عادي، ماشي. ال ال زد نود هنا واي جاما ال زائد واحد على اتنين في ال ناقص اي ال زد نود اي اس سالب جاما ال. تمام، تاني حاجة نفس الحاجة اللي كتبناها نكتبها تحت تاني. تمام، بعد ما كتبناها المسألة بتاعتنا هنا عندي في نص وهنا نص وهنا نص وهنا نص، هطيرهم مش هريح دماغي منهم. بعد ما اطيرهم همسحهم خلاص بقى مش لازم. بعد ما مسحتهم هدخل ال اي اوميجا ال مرة هنا ومرة هنا، وكذلك برضو هنا ال اي سالب اوميجا ال مرة هنا ومرة هنا، وكذلك تحت وكذلك الناحية دي. ده الشكل بتاعي لما انا دخلت ال اي جاما ال مرة على الاي ال زد نود، ومرة على الاي جاما اللي دخلتها على الفي ال. الناحية التانية لما انا دخلت الاي سالب جاما ال على الفي ال مرة، ونفس الحاجة دخلتها هنا على الاي ال زد نود اي سالب جاما ال، نفس الحاجة هعملها اهو. بس خلي بالك وانت بتحل المسألة ان انت هنا لما تدخل تعوض هنا، هدخل دي هنا مرة، هدخل هنا دي مرة، في المسألة عندي هنا في سالب، فهنا دي لما دخلت تبقى بالموجب، فلما هنا عشان السالب فموجب في سالب بسالب. تمام، هنا نفس الحاجة، هنا تخش هنا مع دي بالسالب، فسالب بسالب بموجب، يعني الجزئية دي هتفرق معاك عشان بس الإشارات. وانت لو عملتها بإيدك هتلاقي الموضوع سهل مش صعب يعني. دلوقتي الخطوة اللي جاية دي عايز تركيز، عشان هتحس انها صعبة شوية، لكن مع الحل ومع انك تجربها بإيدك ولما تشوف بعدها لما انا اوصلها للشكل اللي بعديه تحس الموضوع اسهل. دلوقتي انا عندي، انا عايز اخد المتشابهين مع بعض عامل مشترك. يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي هنا ال في ال اي جاما ال شبه ال في ال اي سالب جاما ال. تمام، دول مع بعض خدوا مع بعض عامل مشترك، ماشي. وهنا عندي نفس الحاجه هنا، الاي ال زد نود اي جاما ال شبه سالب اي ال زد نود اي جاما سالب ال. خدوا بقى عامل مشترك ازاي؟ انا عندي هنا ال في ال شبه ال في ال، فتبقى من بره كده في ال، افتح القوس اللي جنبهم بقى هيبقى جوه، يبقى عندي هنا ايه اي جاما ال، فكده عندي هنا بص هنا اشارتها موجب، يبقى موجب اي سالب جاما ال بالشكل ده. بعد كده تاني حاجه اقول له ازاي، انا عندي هنا متشابه تاني الاي ال زد نود مع السالب اي ال زد نود، يبقى هاخد الاي ال زد نود عامل مشترك وافتح قوس اللي جنبها هنا ايه اي جاما
ال، باخد المشترك التاني الناحيه التانيه هلاقي الاي سالب جاما ال. دلوقتي انا خلاص قلت ان الاي ال زد نود دي شبهها وهما اتنين نفس الترم مع بعض، خلاص يبقى خدت العامل المشترك الاي ال زد نود. اخد دلوقتي اللي جنبها بقى احطها جوه القوس، يبقى اي جاما ال، اي جاما ال، بعدين هنا اي سالب جاما ال، وابص اشارتها ايه، عندي اشارتها هنا ايه سالب، يبقى في القوس هنا يبقى كل ده اختصاره. حاول بقى عايز اتاكد ان مثلا عايز اتاكد ان الكلام ده صح ولا لا، عادي هعوض ده هنا مره وده هنا مره وده هنا مره وده هنا مره، هديك نفس الشكل ده. بالنسبه بقى الترم اللي تحت نفس الشيء هطبقه، هبص عندي هنا هنا في ال وهنا في ال، هنا اي زد نود هنا اي زد نود، يبقى ده مع ده وده مع ده. همسك اول حاجه الفي ال، يبقى اخد الفي ال، اخد الفي ال عامل مشترك، هيبقى عندي فيه يبقى عندي الفي ال، افتح قوس اي جاما ال نفس الحاجه بالظبط، بعدين ناقص عشان عندي هنا في ناقص، يبقى اي سالب جاما ال، اقفل القوس، بعدين هاخد زائد، هاخد الاي ال زد نود عامل مشترك، يبقى الاي ال زد نود، هفتح قوس، هاخد اللي جنبها يبقى اي جاما ال، يبقى اي جاما ال، بعدين هنا عندي اشارتها بالموجب يبقى زائد اي سالب جاما ال، واقفل القوس. زي برضو زي ما قلت فوق، عايز تتاكد منها كل اللي تعمله هتدخل الفي ال هنا ودخلها مره هنا، والاي ال زد نود دخلها مره هنا ومره هنا، يطلع في الاخر ديك نفس الترم ده. بس احنا بقى هنمسح الكلام ده كله خلاص، وهظبط شكل المعادله ونرجع نكمل. انت لو فتحت عندك اي كتاب او اي ريفرنس للماده بتاعتنا او اي حاجه، هتلاقي ان عندك ان قانون زد ان بتاعتك بيساوي زد نود افتح قوس زد ال زائد زد نود تانش جاما ال على زد نود زائد زد ال تانش جاما ال. فانا دلوقتي انا بعمل كل ده كله عشان اوصل للشكل ده، عشان ابقى انا فاهم انا وصلت للشكل ده ازاي، عشان اعرف افهم القانون، عشان اعرف احفظه، عشان اعرف اعمل اي حاجه. عموما لازم ابقى فاهم انا عملت ايه او وصلت للكلام ده ازاي. فدلوقتي عشان انا اكمل المساله، هي خلاص احنا يعتبر خلصنا، قربنا نوصل للشكل بتاعي، بس هي بس شويه حاجات رياضه صغيره وكم قانون كده صغير. فدلوقتي اول حاجه هعملها عايز اظهر اي حاجه، ليه؟ انا عندي هنا في ال مفيش في ال، الاي ال مفيش في اي ال، في زد نود في زد نود مفيش، الكلام ده كله في تانش على طول. طب انا هوصل للشكل ده ازاي؟ فركز معايا دلوقتي هنوصل ازاي. ماشي، انا اول حاجه عايز اعملها اظهر الزد ال والزد نون. يبقى هعمل ايه؟ والله انا عندي قانون الزد ال بيساوي الفي ال على الاي ال، فهبص عندي الشكل هنا، انا عندي الفي ال موجوده وعندي الاي ال موجوده، طب انا ممكن اعمل ايه؟ اقسم المساله كلها على اي ال فوق وتحت. فلما هعمل كده هاجي عند الترم ده يبقى هنا اي ال، وهاجي عند الترم ده هنا يبقى اي ال، وكذلك هنا نفس الحاجه اي ال وهنا اي ال، فهلاقي عندي ان هنا بقت بواحد هتطير مع بعض، وهنا بقت بواحد هتطير مع بعض، وهنا دي هتبقى عباره عن زد ال وهتبقى عباره عن زد ال. فدي كده اول خطوه بدات تظهر الشكل بتاع الرسمه بتاعتي. خلاص ادي الزد ال طالعه، هنا زد نود، هنا زد ال، هنا زد نود، فانا هنا هنا عندي هنا زد ال الاول، وانا عندي زد نود التاني حاجه، فلا انا عايز هشقلب الترمين دول مع بعض. فانا هعمل حركه بسيطه بس مش اكتر، هعمل كده اهو، لكن انا شقلبتهم، فالسالب بقى جه هنا والموجب اللي كان هنا جه هنا، ودي بقت زد نود ودي بقت زد ال. دلوقتي بس انا شقلبت مرتين مع بعض مش اكتر. تمام، هلاقي خلاص بقى زد ال زد ال زد نود زد نود زد نود زد نود زد ال زد ال، خلاص تمام. دلوقتي بقى معايا ان انا اظهر التانش جاما ال. فانا هعمل ايه؟ انا عندي في قانون بيقول لي ان التانش مثلا اكس، والكلام ده احنا خدناه في مسألة قبل كده، تانش اكس بيساوي هيساوي لي ايه؟ هيبقى عبارة عن ساين اكس على كوساين اكس، بحيث ان الساين اكس بيساوي حاسس ان هي بتساوي اي اكس ناقص اي اس سالب اكس 2، والكوساين اكس بيساوي اي اس اكس زائد اي اكس سالب اكس على 2. ممكن نمسح دي، يبقى عندي التانج اكس بتساوي
لو عوضت ساين اكس وجاين اكس عندي في التانش يطلع معايا كده بالشكل ده، يبقى اي اكس ناقص اي اس سالب اكس على اي اكس زائد اي اس سالب اكس. فيما معناه مسألتنا احنا ان عندي هنا الاكس بتساوي جاما ال، يبقى عندي هنا يبقى اذا التانج جاما ال المفروض عندي بتساوي اي جاما ال ناقص اي اس سالب جاما ال على اي جاما ال زائد اي اس سالب جاما ال. اظن المثال واحد خلاص. انا عندي هنا في هنا عندي هنا اي جاما ال ناقص اي سالب جاما ال هو الترم ده، فانا عشان اطلع التانج جاما ال لازم اقسم على اي جاما ال. وفعلا انا لو قسمت الاي جاما ال زائد اي سالب جاما ال هنا وهنا 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 هيطلع معايا الشكل ده، لان هنا لو مقسمها على نفسها تبقى بواحد، هنا تبقى بواحد، هنا تبقى التانش جاما ال، هنا التانش جاما ال، هيطلع معايا الشكل ده. يبقى هعمل كده اهو، هقسم المساله كلها فوق وتحت على اي جاما ال زائد اي اس سالب جاما ال، كذلك الناحيه دي اي جاما ال زائد اي اس سالب جاما ال، نفس الحاجه هنا اي جاما ال. تمام، دلوقتي احنا كده خلاص قسمنا اي جاما ال زائد اي اس سالب جاما ال على كل ترم من الترمات، فهنا يبقى بواحد، هنا يبقى بواحد، هنا هيطلع معاك تانش جاما ال، وهنا تانش جاما ال. وهنا مطلوب اثباته ان الزد ان بتساوي زد نود مضروبه في الكل اللي هو زد ال زائد زد نود تانش جاما ال على زد نود زائد زد ال تانش جاما ال. وبعد ما استنتجنا القانون هو ده الشكل اللي احنا عايزين نوصله في الاخر، اللي هو زي ما قلنا زد ان بتساوي زد نود افتح قوس زد ال زائد زد نود تانش جاما ال على زد نود زائد زد ال تانش جاما ال. بس وكده نكون خلصنا الزد بتاعنا، واهم حاجه تبقى انت فاهم وتجرب ايدك كذا مره، وده تبقى حلو ان شاء الله.